إخوان السلام عليكم. الآن كنتواجدوا في المركب الملكي اللي كيتواجد في حي الكريمة. المناسبة هي انعقاد الدورة الرابعة للمهرجان الإقليمي للأندية الموسيقية اللي هذا العام كياخذ تحت عنوان التربية الموسيقية اللي هي رافعة لمناهضة العنف المدرسي. معنا الأستاذ المتوج عنده واحد الفرقة اللي توجدت خدت الرتبة الثانية، الأستاذ أمين، معكم مباشرة. غادي ناخذوا على محل غيتكلمنا على التربية الموسيقية أو الفنية اللي الآن ولات واحد المادة أساسية في المناهج الدراسية. هذا هو اللي خلاني باش ناخذ هاد البادرة. احنا في الجيل ديالنا ما كانش عندنا هاد النوع من البرامج، ومن وبالتالي هاد الجيل هذا محظوظ لأنه كينعم عليه الله بهاد المادة الجديدة اللي كتنمي الذوق ديالو وكتعطيه واحد الدفعة انه يكون عنده عمل، يعني يكون يعني يخدم داخل المجموعة بدو واحد النوع ديال الانضباط وتحسين الذوق، وبالتالي لما لا كاين حتى قضية اكتشاف مواهب اللي ان شاء الله غادي تقول الكلمة ديالها مستقبلا. الأستاذ أمين، كنظن اقتحمت العالم ديال الموسيقى وانت غادي تحاول تعطينا البقيه. المهم راك عرفتي الموضوع، تكلمنا على المشاركه ديالك وفي نفس الوقت تعطينا واحد النبذه على ما هو يعني المهنه ديالك واللي كتمارسها داخل المؤسسات التعليميه. السلام عليكم. هي المشاركة ديالنا تندرج في إطار المهرجان الجهوي للتربية الموسيقية، وذلك تحت شعار التربية الموسيقية رافعة لنهضة العنف بالوسط المدرسي. فالمشاركة ديالنا جات يعني انطلاقا من واحد المجموعة ديال التداريب اللي كنا تنمارسوها في الإطار الأنشطة ديال المادة. فكان المنتوج ديالنا هو عبارة عن جوج ديال الأغاني تربوية تتعلق الأولى عيشي بلادي عيسي ديال الأستاذ محمد الإدريسي، والثانية فهي إبداع خالص لتلاميذ النادي اللي هي سيلافي. وكذلك قدمنا واحد اللوحة ديال الألعاب الإيقاعية اللي تتعتمد على ما هو حسي حركي. فالأكيد أن مادة التربية الموسيقية فعندها تجليات على شخصية التلميذ على مستوى واحد المجموعة ديال الأبعاد، فمنها البعد الثقافي، منها البعد الحس الحركي، منها البعد الجمالي، منها البعد الإبداعي، منها ربط المتعلم بالوسط المدرسي ديالو، مناهضة العنف، تعزيز الثقة بالنفس، تغلب على الخجل. فهي واحد المادة خصبة اللي تتعزز لينا الرابط المتعلم بالفضاء المدرسي ديالو، وكذلك تقديم واحد المجموعة من الأعمال اللي تنعتبروها بصراحة منتوجات اللي بها يعني تنتوجوا الحياة المدرسية ديالنا وتنعشوا يعني الوسط الدراسي وتنجعلو من المتعلمين واحد الفئه اللي تتعتز بانتماء ديالها للفضاء الدراسي ديالها. وشكرا. شكرك. انا كان بودي انه تكون الى بالاضافه لهاد الدور الرابع اللي كتعرف مناهضه العنف، كنت دفتو الهضره المدرسي حتى هو كان، لان حتى هو مهم. كاين الظاهره فعلا تتفشى ديال العنف داخل المؤسسه التعليميه مع كامل الاسف، ولكن حتى بما اننا كننميو الانسان وكنحسنوا الذوق ديالو وكنخليوه دائما يكون يعني فاعل داخل المجموعه. فانا بان لي وهذه ربما تكون ملاحظه تحاولوا تضيفوا هاد او لا تكون عنوان ان شاء الله ديال الدوره الخامسه ان شاء الله في المستقبل. ولما لا ان شاء الله. فالاكيد ان التربيه الموسيقيه فهي واحد المنبر اللي منها تندافعوا على واحد المجموعه من الظواهر اللي كثرت في المجتمع ديالنا، منها اللي هو الهدر المدرسي،
منها العنف في الوسط المدرسي. فاحنا من خلال المادة ديالنا تنحاولوا ما أمكن يعني نحاربوا هذه المظاهر هذه ونربطوا المتعلم بالخطأ الدراسي دياله، وكذلك يعني تنحاولوا ما أمكن يعني ننشروا واحد الجو من الإبداع، واحد الجو من السلام داخل الفضاء المدرسي، يعني واحد الجو من الوئام، يعني كيف ما تنقولوا واحد المصالحة ما بين الأستاذ والتلميذ دياله والمدرسة. شكرا أستاذ، ونتشوفوا إن شاء الله في مرسى قادمة، وشكرا على هذه التوضيحات وعلى هذه سعة الصدر ديالكم. الله يعطيك الخير. وشكرا، وهذه الوليدة ترام أمانة في يديك إن شاء الله، وتبارك الله عليك. أكيد. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كنا مباشرة مع الأستاذ ديال التربية الموسيقية اللي بدل بالدلون ديالو فيما يخص هاد الدورة، وبالتالي حتى يعني هذا المجال ديال الموسيقى خدينا عليه فكره. كنتوا احنا محظوظين لانه كنلقاو هذا الاستاذ هذا اللي كيحاول يعطينا واحد النبذه على الماده ديالو، اللي هي اصلا احنا كجيل ديال السبعينات والستينات ما استفدناش منها مع كامل الاسف. ايوا المهم شكرا، تبارك الله عليكم، نلتقي بعدا في فرصه قادمه ان شاء الله مع حدث اخر ان شاء الله. السلام عليكم.